الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فخمس دقائق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها الجميع. غدا بإذن الله هي أول ليالي العشر، وهذه الليالي العشر منحة ربانية من الله لعباده، رحمة من رحمات الله التي لا تنقطع، ولطف من ألطاف الله الذي يسر به المؤمن. وليالي العشر هي تختلف عن ليالي السنة كلها على الإطلاق، فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر. يعني لابد أننا نتأمل هذا المعنى العظيم لهذه الليلة التي خير من ألف شهر. عمل في ليلة واحدة قرابة عمل 84 سنة. هذه الليالي أخفيت فيها ليلة القدر لحكمة، لحكم من الحكم أن الإنسان يحصد حسنات في كل الليالي العشر ويأخذ مزيدا في ليلة القدر. فمن رحمة الله أنه أخفاها، لأنك تزداد أعمال صالحة. لو كانت ليلة القدر ليلة معروفة ضعفت الهمم ولم تنبعث إلا في تلك الليلة، لكن خلك ما تدري فتقوم كل الليالي. ولذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. ومعنى شد المئزر كناية عن التفرغ الكامل للعبادة والانقطاع والجد، ينقطع عن النساء ويجد ويجتهد فيها أكثر من غيرها من الليالي. وليلة القدر هذه الليلة العظيمة من قام إيمانا واحتسابا، غير الأجر الكبير أنها خير من ألف شهر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وش معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بالله، وإيمانا بصدق وعد الله، وإيمانا بصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بليلة القدر. ومعنى الاحتساب يحتسب فيها الأجر. الله سبحانه وتعالى يحب أن العبد يحتسب كل شيء، حتى اللقمة تضعها في في زوجتك يحبك الله أنك تحتسبها، لأن الله يحب العبد اللي يطلب منه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين تسأله يغضب. لذلك جاء في الحديث من لا يسأل الله يغضب عليه، فذلك يسأل الله. كذلك ليلة القدر ليست المزية فقط في القيام، المزية في كل الأعمال الصالحة من قيام وصلاة وذكر وصدقة وتهليل وتكبير. لذلك نوع العبادات في هذه الليالي أكثر من الكلام، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخير الدعاء دعاء حرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كثروها في هذه الليالي. كذلك تفرغ تماما للعبادة. كذلك الإنسان في بيته يحيي جزءا من الليل مع أهله، يحيي بعضها مع المسجد وبعضها مع أولاده، يشجعهم ويعينهم، الأولاد والبنات والزوجة واللي ما هو إلا زوجته وزوجته، يصلي بالأمام وهي بالخلف، ويحيون هذه الليالي، ويكثرون من قراءة القرآن ويتدارسون القرآن فيما بينهم.
هذه الليالي لا تمر علينا مرور عادية. بعض الناس تمر الليالي رمضان وغير رمضان عندها أيام عادية. لذلك يا أخوان اسألوا الله أن يعينكم عليها. أكثر من الدعاء اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يرزقنا عظيم الأجر. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. اللهم احفظ لبلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخيرات والاقتصاد. اللهم وفق لي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتيهما للبر والتقوى. اللهم أصلح بهما البلاد والعباد. اللهم انصر المجاهدين المرابطين على حدود بلادنا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانشر الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم بارك بمن صلوا معنا. اللهم اجمعنا مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك مما عاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في هذا الجامع ومن بناه ومن أم الناس ومن أبه ومن أذن به ومن صلوا به، وبارك بكل من صلوا معنا، وبارك بأهل هذا الحي أجمع. اللهم اجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية على أن يسر لي اللقاء معكم، ثم أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ولفرع الوزارة بمنطقة الرياض ولجمعية الدعوة وتوعية الجاليات التي نظمت هذا اللقاء وللقائمين على هذا المسجد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.